يكون في بعض المخاوف عندك انه مثلا التجربة صعبة ولا كيف اعرف التجربة الصحيحة والكلام هذا كله، اهم شيء انك stay in your comfort zone، لانه هو الاسم اللي حترسله لجهة التحقيق وتقصر المقالة. كل ما تنزل عناوين تحت العناوين الفرعية تزيد لفل، يعني وعندك تحت عنوان اثنين two subheadings تحطها بس كلها ثلاثة تمام؟